السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا العطف 195 197 على بركة الله. إذا إن شاء الله غادي نشرحوا بسرعة ونجاوبوا الأسئلة. إذا العطف كما تعرفوا ما أدوات العطف، مثلا الواو ثم الفاء، مثلا هنا كنقولوا تعود تربية وتوقيت الطفلة فضيلتي التعاون و هذه العطف كيتسمى هذا معطوف، التضامني معطوف والتعاوني معطوف عليه. هنا عندنا كذلك هنا الارتقاء معطوف عليه، الواو أداة عطف، تنمية معطوف، هنا معرفتي معطوف عليه، الفاء حرف عطف، وهكذا هذا اسم معطوف، وهذا ثم كذلك أداة عطف معطوف على تحليلي، هذا معرفتي معطوف على تحليلي. المعطوف تابع يتوسط بينه وبين المعطوف عليه حرف من أحرف العطف، أحرف العطف كثيرة، مثلا مثلا الواو والفاء ثم حتى أو أم بل لا، لكن ولا كل واحدة عندها واحد المعنى ديالها كتفيد وكتفيد هذا. إذا هذه الحروف معاني مختلفة يحددها السياق. إذا الواو لمطلق الجمع والشرك، يعني ممكن نستعملوها في أي تستعمل ما عامة هي، ولكن تفيد الجمع والاشتراك، مثلا اشتريت كذا وكذا، رأيت فلان وفلان، تفيد الجمع والاشتراك. والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني كيكون الترتيب مباشر، مثلا رأيت عمي فحييتهم، يعني كتكون بحال السرعة، تعقيب مباشر، كيكون حاجة مباشرة ماشي بحال الواو مثلا تقدر تفيد انك درت واحد الحاجه حتى الغد درتها يعني. اما في الفاء كيكون ترتيب، يعني جات من بعد الحدث الاول ودرت واحد الحاجه ثانيه تابعه. ثم للترتيب مع التراخي، يعني كيكون واحد مده بيناتهم، مثلا استرحت ثم انجزت دروسي، يعني الاستراحه تقدر تكون طويله، هذا جا من بعد جاء الإنجاز. أو كندير بها تخيير بين شيئين أو أكثر، بل للإضراب، يعني كتقول هذه ما كيناش، بل هذه اللي وقعت، هذه ما خديتش، هذه خديت هذه، بل هذه إضراب. الاستدراك، لكن كتبغي تستدرك الكلام ديالك، تكمل الكلام ديالك، تقول بلاتي باقي ما وضحتش مزيان، مثلا لا يفهم أو لا أفهم ما تقوله، بل أحتاج إلى شرح أكثر، أم لطلب التعيين، أم حتى للغاية والتعميم. لا، المهم نشوفوا الأمثلة. إذا عندنا البين المعطوف والمعطوف عليه وأداة العطف فيما يأتي، ما تخلف محمد عن الحضور لكن علي، إذا المعطوف علي أداة العطف لكن، معطوف عليه محمد، العلم والعمل ضروريان، إذا هكذا المعطوف هو العمل، معطوف عليه هو العلم، الواو أداة عطف. وركب 4 جمل مستمرة حرفا من حروف العطف. ثم زرت المتحف ثم معرض الكتب، بل إذا ما كتبت قصيدة بل رواية، أو هل تحب الموسيقى أو الرسم، المهم فازت الأطر حتى الطلبة بالجائزة، فازت الأطر يعني الأساتذة، وهذه حتى الطلبة ديالهم والتلاميذ ديالهم فازوا بالجائزة. هنا تفيد التعميم، صافي، املأ الفراغ بحرف عطف مناسبة. أتفضل السينما أم المسرح؟ شاهدت أنا وصديقي الفيلم ثم عدنا إلى منازلنا، فاز في المباراة المجدون لا المتقاعسون. المهم سهل تمين، سهل وبين. إذن صلوا على رسولنا.